السلام عليكم بناتي، نهاركم مبارك. نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. من الوصفات اللي كان نحضرها في شهر رمضان المبارك العواصر، الذي نبقى كل مره نحط لكم عصير من بينها هذا العصير، وكذلك فطائر معمره بالكفته على طريقه الوالده، الله يحفظها لنا ويطولنا في عمرها ان شاء الله بحول الله. قبل كل شيء نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشرعوا في تقديم الوصفة. الوصفة الأولى إن شاء الله بحول الله دي يكون العصير، العصير طبيعي بمواد طبيعية لا غير. عندنا البرتقال والحامض والموز والتفاح والجزر، كلها مواد اللي كتكون مفيدة في هذا الشهر المبارك. اول شيء غادي ناخذ البرتقال والجزر والحامض اللي قطعناهم قطع صغيره، ومثلا البرتقال والحامض حيدنا لهم النواه ديالهم باش ما يديرناش المروره. ضفت شويه الماء، يعني الكميه كتكون ماشي محدوده لان كل واحد والعدد ديال افراد العائله. وضعتها فوق النار حتى يعني حتى نضج، يعني حتى طابنا هذيك المواد، ودرتها في واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وضفت لها التفاح والموز واي فاكهه كانت عندكم ممكن تضيفوها. هنايا انا ما ضفتش السكر، اللي بغى يضيف السكر يضيف، خليته انا طبيعي. بطبيعه الحال غادي نطحنوه جيدا باش الفواكه كاع اللي ضفناها ما تبقاش يعني باقيه لنا في العصير. كما غادي تلاحظوا غادي نحصلوا على واحد العصير اللي كيكون خاطر ويكون على هذا الشكل. اللي بغى يضيف له يزيد له شويه الماء باش يخفاه يزيد له، واللي بغاه يخليه كما انا خليته على هذا الشكل كيجي اروع بدون سكر. اللي ما كيبغيش السكر زايد، اما اللي كيبغي السكر يضيف له السكر. صدقوني هذا العصير كيجي رائع في المذاق، ويعني اذا ضفتوا له فواكه مختلفه دي يكون افضل في افضل، يعني كل ما ضفنا فواكه كيجي مغاير. نتمنى تجربوه باذن الله. الرغايف ديال الكفته، بالنسبه للمكونات عندنا الدقيق الابيض مع الفينو، الفينو كيكون اقل يعني ثلث ديال الدقيق الابيض. غادي نضيف نص معلقه ديال خماره الحلوى وشويه ديال الملحه. غادي نعجن العجين ديالي، كان نعجنوه او كالعاده يعني كما كنعجنو كاع الرغايف اللي كنعجنوهم. العجينه ما كتكونش مطلوقه وما تكونش قاصحه، ومن الاحسن اللي عنده الوقت يعجنها ويخليها ترتاح. بشحال ما ارتاحت كتجي اروع وكتجي يعني دغيا كتسرح. انا هاد النهار كان عندي اول يوم ديال رمضان وكانت عندي طلبيه، وكنت يعني مشغوله بالطلبيه، ما كانش عندي الوقت باش نعجنها ونخليها ترتاح، ولكن قضيت الغرض في اخر اللحظه. المهم وجدت الرغيفات للوليدات ديالي كما قلت لكم، نعجنوها مزيان ونخليوها ترتاح. انا خليتها ارتاحت واحد شويه لا غير، غندلكها مزيان لان ما غاديش ترتاح واحد الوقت طويل، ضروري ما ندلكها ونخليها في واحد نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح. غادي نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح جانبا. هنايا من ارتاحت درت كويرات صغار، واحد شطت لي شويه العجينه درتها حتى هما درتهم ملاوي، يعني عجينه درت منها جوج تشكيلات. بالنسبه للحشوه كان عندي شويه ديال الكفته، المهم ماشي ضروري تكون عندكم كثير، اي كميه كانت عندكم. ضفت لها شويه البصله اللي حكيتها في الحكاكه الرقيقه كما كتلاحظوا،
نضفت واحد السنينه صغيره ديال الثومه، وكذلك واحد مطيشه حتى هي تكون صغيره، محكيتها حتى هي في الحكاكه الصغيره باش كتعطينا ديك الكفته تكون طريه رطبه يعني في الحشوه. بالنسبه للعطريه عندنا الملحه بطبيعه الحال، كاين التحميره ضروري باش يجي اللون ديالها احمر، وكذلك عندنا شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار وواحد شويه ديال سكينجبير بطبيعه الحال. هاد الحشوه كتجي رائعه، المذاق ديالها هادي ديال زمان ماشي ديال اليوم، وشويه ديال الزيت، الزيت كذلك كترطب لنا الحشوه. وكنخلط العناصر كلها مع بعضياتها. هاد الرغايف كانت ديرهم لنا الوالده الله يطولنا في العمر ديالها. وغادي نضيف شويه ديال القزبر المعدنوس مقطعين رقاق، وغادي ناخذوا العجينه ديالنا بطبيعه الحال. غادي نسرحوها، هي كل ما ارتاحت كتسرح بسرعه. انا كما قلت لكم كان عندي شويه ديال الضغط داك النهار، ما عجنتهاش بكري. غادي نسرح العجينه ديالي، نسرحها على الطول. زمان كانوا يديروها غير، كنا نديروها غير دائريه كما غادي نوريكم في واحد المقطع، ولكن طورت الحوايج وبقى كل واحد شنو كيدير الرغايف، كل واحد كيديرها على الذوق ديالو واللي كتعجبو. هنا درتها على شكل مستطيل، وغادي نقطعها هاد القطع كما كتشوفوا الصوره كتشرح نفسها. وكنوضع واحد شويه ديال الكفته، وكنلفها على العجينه كما كتلاحظوا. بالنسبه للكفته ما شحرتهاش لان كتجي ناشفه من كتشحر بزاف، ولكن بهذه الطريقه كتجي رائعه، كتجي فتيه مع الرغايف كتجي رائعه. كنطوي الرغيفه ديالي ونخليها ترتاح، ونكمل الرغايف كاع اللي عندي طبيعه الحال. غادي تلاحظوا ان هاد المره غادي نديرها الشكل على شكل دائري، نوضعوا الحشوه في الوسط وغادي نطويوها على شكل رغايف طبيعه الحال. وبالنسبه لهاد الرغايف ما غاديش نطيبوهم في الفرن، اللي ما عندوش الفرن هادي كفكره كنديرهم غير في المقلات بلا فرن، كيجيو رائعين. وكنطيبوهم فوق نار مهيله باش يطيبوا لنا مزيان وتطيب لنا ديك الكفته بطبيعه الحال. غادي نرشوهم بواحد شويه ديال الزيت باش باش يجي اللون ديالهم زوين ويطيبوا على ما يتحرقولناش. هذا هو الشكل الاخير ديال الرغايف ديالنا ديال هذا النهار، النهار الاول ديال شهر رمضان المبارك. هذا الشيء اللي قدمته مع الحريره، وكما قلت لكم في الفيديو السابق، وكيجيو رائعين بهذا الشكل كما كتلاحظوا. الكفته كطيب والرغايف حتى هما كيطيبوا وكيجيو رائعين في المذاق. نتمنى تجربوهم وتشاركوهم مع الاهل والاحباب، واستودعكم لله.